طلبتوا مني نعمل سلسله من البوز اللي بيكسب، طبعا مش عارف بتسموه عندكم ايه، وده ب 5 جنيه مصري 100%، وهنبدا نجرب ابو 10 وابو 50 وابو 100 كمان اللي انا اصلا ما اعرفش ان هو موجود. نفتح كل ده في الفيديو دلوقتي ونشوف يستاهل ال 5 جنيه ولا لا. هنبدا بقى باول كيس، وده اللي طلع في ايدي بس تقيل قوي، يعني انا ده حاسه مليان حاجات. هنقول بسم الله. طبعا ايه ده يا جماعه؟ هو مبدئيا تحيا مصر، لان بصوا يا جماعه انتوا مش هتصدقوا الكيس فيه ايه. يعني بصوا كده ازازه عصير والله ودي طبعا من غير شفاطه زي ما انتوا شايفين، طعمه عادي يعني مش احلى حاجه ولا اوحش حاجه. اول حاجه ومش منتهى الصلاحيه، تعالى نجربه في السريع. نقول بسم الله. طبعا ميه بسكر، والعصير ده طعمه زي بص هو ده تقريبا برده عصير مصري بس وحش قوي، يعني ميه بسكر. ثاني كيس وده خفيف، ولو ما تعرفوش ده ممكن يكسب 50 جنيه كيبون كده، وانا بروح ارجعه للراجل. نقول بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين مش عارف ايه ده، طبعا انا مش عارف هي ايه اصلا، بس معمول عليها صور رمضان. نقول بسم الله. مش عارف التفاهه دي بس ماشي. المفروض دي حصاله بتحط الفلوس هنا، طبعا مش هتقع اكيد من هنا، تحب تفتحها بتفتحها كده والموضوع انتهى. ده رقم 3. طبعا بصوا اللي كسبناه، دي الزماره بتاعت العجله بايظه، هي شغاله بس ممكن ناخد الزماره دي نزمر احنا بيها. ايه ده يا جماعه؟ بص دي كانت مع الزماره على فكره، ووقعت لما احنا فتحنا الكيس. عسليه، حلو، زماره عسليه في كيس. كيس رقم 5 ده تقريبا، نقول بسم الله. سيبنا زماره برده. وده يا جماعه ده فاكرينه ده البتاع بتاع زمان اللي هو كنا نحطه في الثلاجه بيعمل جيلي او يعمل زي لوليتا حاجه زي كده. طبعا دول هيبقى 4 اطعمه، والاربع اطعمه حرفيا يعني انت هتاكلهم من هنا هتموت. قشطه، هنجربهم برده. الكيس السادس ده تقريبا، نقول بسم الله. كيل. اكيد هيبقى جواه عصير، والله كنت حاسس. هو تقريبا الكاس التقيله جواه عصاير، عصير كوكتيل. يا جماعه انا اول مره اشوف الاسامي دي من العصاير بجد، دي اغرب حاجات انا هجربها تقريبا النهارده، اغرب من الحاجات المستورده، وهي شركات المصري الحاجات الجديده المصريه يعني. طبعا كلهم من غير شفاطه، فبسم الله. بصوا اللون، صباح الضحك يعني. يا جماعه اللون جامد والله، اللون بتاعها حلو قوي. نقول بسم الله. طعم والريحه وحشين قوي يا جماعه، يا وحش يا بجد، يا ايه ده؟ ده عصير بنص جنيه تقريبا. اول مره ادوق طعم عصير فيه ريحه الصابون وانت بتشربه. نقول بسم الله. الكيس ده برضه تقيل وشكله بقى جواه عصير. نقول بسم الله. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ عصير برضه، بس ده الباكج بتاعه شكله حلو قوي يا جماعه والله، وشكله شكل العلبه بتاعته حلو قوي، الديزاين بتاعها جميل، وفي شبه من البيست اللي كنا بنشربه زمان. نقول بقى بسم الله. تقريبا ده بقى عصير بيست بتاع زمان ابو 2 جنيه ده. لا الطعم ضعيف، وطعمه ميه من غير سكر، يعني ده ميه بس، ميه بطعم ضعيف. ده رقم 7. كسبان كسبان. عسليه، العسلية دي طبعا كسبناها قبل كده، اللعبة دي جديدة. نقول نفتحها بقى نشوف هي ايه. دي تقريبا سلحفة، دي سلحفة على شكل قنبلة، بصوا بتتفتح كده بتطير تقريبا او حاجة مش عارف، بس هي حرفيا لعبة مخيفة جدا للأطفال يعني. كيس بقى اللي بعده، عصير تاني نفس الشركة ديت، بس الفرق ان ده بالكوكتيل، واكيد هيبقى طعمه وحش قوي. طبعا كل الحاجات دي للأطفال يعني، الحاجات دي كلها 5 جنيه فاهمين حاجة؟ فأكيد مش هيحط لي فيها، أنتوا فاهمين يعني. بسم الله. أنا مش عارف، أنا فقدت الشغف مرة واحدة كده، حاسس إن أنا مش عايز أكمل بجد، مش يعني اتخنقت كده مرة واحدة يعني، محدش عمل لي حاجة والله. بس تمام، مش عارف ده من إيه بس بيحصل على طول. قراميش سوداني، ده تقريبا أحلى كيس طلع كشكل ومليان على آخره وتقيل تقيل قوي. نقول بسم الله نفتحه. شوف القراميش دي هيبقى جواها إيه؟ ده جواه قراميش بجد يعني، مش جواه، أنا افتكرت هيبقى جواه سوداني، بس بصوا جواه إيه؟ جواه زباله تقريبا، بس صندوق ربنا يستر. بقى الحاجات دي طعمها، الحاجات دي وحشه قوي، الحاجات دي وحشه قوي، وانا عارف ان هي قيمه مقابل سعر 5 جنيه والجو ده. المشكله هنا يا جماعه ان الانتاج المصري ممكن يبقى احسن من كده لو طورنا فيه، وبقينا بننتج بجد حاجات كويسه مش مجرد حاجات طعمها بجد وحش. يا ريت الشركات المصريه تطور من نفسها شويه حتى لو يغلوا من السعر، يعني كده كده هنجيب اللي بره غالي برضه. نقول بسم الله. نفس كيس القراميش. كيس ده، كيس ده اتقل كيس تقريبا، او هتلاقي جواه برضو كيس عصير. كيس عصير اللي هو اول كيس احنا كسبناه، طبعا حاطينه من غير شفاطه كمان، حتى مش طعمه مختلف، ده نفس الطعم ماشي. طبعا كميه البوز اللي جربته قليله قوي، بصوا قد ايه دي الكميه، يعني شويه قد كده بالظبط. تقيل برضو، وعشان جواه نفس العصير الاوحش من الاوحش الوحش الاول. ده 13. اوعى حاجه جديده دي بقى، يعني نقول بسم الله. هي حاجه جديده بس ده ده جيلي، جيلي بس مش جيلي ميه، تقريبا ده محتاج يتحط في الثلاجه.
هو حاجه تاني. بس والحفه الشقيه يعني بجد مخيفه جدا للاطفال. في رقم 15 تقريبا. يا جماعه عندي زهايمر ولا انا لسه عادي؟ ده انا بنسى بسرعه. القصه بتاعتنا عصير. مش عارف ده كل ده دخل في كل ده ازاي. مش يعني اللي بيغلف ده بيحط كل ده جوه ده. قلنا اخر 5 كيس. حابب اقول لكم طبعا ان السلسله دي بدايتها. فكان جيب لحد اغلى كيس زي كده. لو حد يعرف اسامي شركات بتاع حاجات زي كده نجربها برده يبقى قول لنا. جيلي ده جيلي، بس الثانيه كان فيها جيلي وحاجه كمان. فيعني شوف انت برده انت وحظك. كيس رقم مش عارف. اهم حاجه طبعا ما تنساش شارك كيسان من غيرك. كراميش. كراميش دي طعمها كراميش. الكيس ده تقيل طبعا. الخير علينا دول كرتونتين بيقول لك المفروض بيكون فيهم بتكسب 50 جنيه المفروض يعني. فلوس وعجل وموتوسيكلات بقى يعني ده مرسوم عليه كل الحاجات اللي بنكسبها الا الحاجات اللي انت بتلاقيها جوه. ده اكيد كيس عصير. خلاص حفظ من وزن الكيس. وده بقى جواه تقريبا جيلي. كاس جيلي اللي هو الجيلي ده. بصوا جيلي بس ده نوع زي اللي هو ده. وزماره حلو. يا جماعه الكاس ده نعمل فيه ايه بعد كده؟ هو اصلا الكميه دي قليله على فكره ما يغركش يعني فيهم حاجات قليله. اخر واحد وما تنساش شارك كيسين من غيرك. وده هيبقى فيه اكيد عصير لانه تقيل. ما كسبناش لا 50 جنيه ولا عجله ولا اي حاجه. كيس عصير بجد طعم وحش قوي. ودي كانت كل الكميه زي ما انتم شايفين. كتير قوي زي ما انتم شايفين كده. ودي كل الهدايا اهي. وبس كده نستنى الجزء الثاني بقى.